السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان وحلقة جديدة من ملعب أون ملفات مهمة جدا في الوسط القروي أو الشارع القروي. أول النهاردة موضوع هو موضوع إمام عاشور. موضوع إمام عاشور مفيش اثنين في مصر بيتفرجوا على كورة غير بيتكلموا على موضوعين. موضوع إمام عاشور وموضوع محمد الشناوي. محمد الشناوي هو قنبلة كبيرة جدا يترقبها ملايين من جماهير النادي الاهلي. ليه؟ لأن محمد الشناوي يمثل 40 50% 40 50% من قوة النادي الاهلي. يتأثر النادي الاهلي برحيل محمد الشناوي يتأثر. يتأثر النادي الاهلي برحيل محمد الشناوي يتأثر. محمد الشناوي هو هو صانع كبير في بطولات النادي الاهلي الفتره الماضيه. كلام كتير جدا 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 في المساله دي، حد يقول لي هو في عرض لمحمد الشناوي؟ ايوه في عرض لمحمد الشناوي. عرض كبير؟ ايوه عرض كبير. عرض قد ايه؟ عرض قد ايه؟ كل الارقام اللي حضراتكم سمعتوها غلط، كل الارقام اللي حضراتكم سمعتوها غلط، عرض محمد الشناوي ممكن يصل الى 4 مليون 4 مليون دولار للنادي الاهلي اعاره لمده سنه و3.5 مليون دولار لمحمد الشناوي كده دخلنا في كام دخلنا كده في حوالي 7.5 مليون دولار ممكن يوصلوا كمان ل 8 مليون دولار رقم كبير جدا 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 النادي الاهلي هيفكر ازاي او بيفكر ازاي كابتن محمود الخطيب خارج البلاد كابتن محمود الخطيب في فرنسا ومفيش اي مناقشات معاه ومفيش اي حديث معاه واحد يقول لي يا عم انت بتقول ايه الدنيا مقلوبه بره والشناوي ما عملش 150 قاعده في النادي الاهلي محمد الشناوي لم يعقد جلسه واحده ما عملش قاعده واحده ما عملش قاعده ما شربش كوبايه شاي جوه النادي الاهلي يعني ما عادش ما حد اتكلم هحترف مش هحترف الموضوع مقفول طيب الراجل بقى رايه ايه كولر كولر تصريحه للنادي الاهلي الشناوي هو اللاعب رقم واحد عندي يعني قال لي إدارة الأهلي بالصلاة على النبي كده نتكلم في أي حاجة عايزين أي حد نتكلم فيه أنا ما عنديش مشكلة في اتنين لعيبة في اتنين لعيبة ما نتكلمش عليهم مين الاتنين لعيبة أنا بجيب لكم كل حاجة بالأسامي لأن الناس إيه يعني خلاص بقت تقابلني في الشق والنبي يعني قول لنا بقى التفصيلة والأسامي وكل حاضر محمد الشناوي محمد الشنا ومحمد عبد المنعم محمد الشناوي محمد عبد المنعم هما آخر اتنين لعيبة في النادي الاهلي، الاهلي ممكن يفكر ياخد الخطوه دي. هيحل ازاي النادي الاهلي؟ هيحل ازاي النادي الاهلي؟ النادي الاهلي في قصتين، واحد يقول لك النادي الاهلي ممكن يرفض مبلغ كبير زي ده، النادي الاهلي عنده لعيبه كتير هتجيب فلوس كتير. عنده اختيارات <applause> <applause> بتجيب فلوس، يعني ما بيجيش مثلا ايه عرض في لاعب يقول لك ايه ده ثلاثة أربعة مليون دولار، طل... لا، فحمدي فتحي ممكن يكون هناك البديل. من الدوري المصري ومن خارج الدوري المصري. ولكن ولكن في حتت ما فيهاش البدائل. اه النادي الاهلي يمتلك حراس كبار يمتلك علي لطفي حارس كبير وحارس رائع جدا جدا جدا، يمتلك مصطفى شوبير حارس رائع جدا وقدم اوراق اعتماده يمتلك حمزه علاء واحد من افضل حراس المرمى القادمين في مستقبل النادي الاهلي حمزه علاء قدم امبارح اوراق اعتماده كحارس كبير جدا جدا حمزه علاء ده حارس ليه مستقبل كبير وهيخش في منافسه مدويه في حراسه النادي الاهلي حمزه علاء هو الرهان اللي النادي الاهلي كسبه بالفعل امبارح شفناه مع المنتخب الاولمبي عامل اداء رائع وراقي جدا الكلام اللي احنا بنقوله ده يودينا يودينا ان النادي الاهلي الان احنا دايما بنتكلم في بدائل ومستقبل بدائل النادي الاهلي حراسه مرماه صعبه وليست بالسهله، النادي الاهلي بيدور على كل البطولات ومواقف صعبه صعبه، مباراه مصر الاهلي والوداد في الوداد مباراه تقيله في جمهور الوداد مباراه تقيله، مصر وغان مصر والسنغال في السنغال مباراه تقيله كاس الامم الافريقيه مباراه تقيله، محمد الشناوي هو حارس يتحمل الضغوط هو حارس من نوع خاص كواليتي مختلف كواليتي مختلف قصه مختلفه حدوته مختلفه فمحمد الشناوي عشان تدور على بديله في الوقت الحالي صعب في الوقت الحالي صعب رفاهيه الوقت عند النادي الاهلي مش موجوده بالشكل الكبير لان بطولات كتير كتير تك تك والنادي الاهلي خلاص بقى عمل الستارت بتاعه عمل الستارت المت... الممتع بقى اللي هو اربع خمس ست بطولات في السنه معنى كلامي ده ان النادي الاهلي هيفرط في محمد الشناوي اتوقع بعد ما لفيت لفه كبيره جدا داخل النادي الاهلي واجتهدت مجهود كبير جدا داخل النادي الاهلي ان محمد الشناوي مستمر مع النادي الاهلي و الاهلي والكابتن محمود الخطيب يمتلك 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 طريقة واسلوب ترديت محمد الشناوي، واحد يقول لي نفهم الكلام ده ان الشناوي اللي جاله ثلاثة مليون دولار ده هياخدهم في الاهلي اقول له اكيد لا. يعني في 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 في, في حاجه في مرضيه اكتر من الفلوس اقول لك اه، ممكن منام يكون عنده احلام كبيره جدا. الاحلام دي جزء منها فلوس وجزء جماهيريه كبيره وجزء حاجات تانية وارد. وارد وارد يكون في كمان جزء اعلانات وارد يكون في جزء قصص تانية وارد اذا ادلنا رد ادلنا رد نهائي محمد الشناوي مكمل في النادي الاهلي إدارة الأهلي ترى صعوبة في رحيل محمد الشناوي بقول لك أهو عناوين واضحة الأهلي مش هيفرط في محمد الشناوي محمد الشناوي مكمل في النادي الأهلي إدارة الأهلي وكولر بتقول إن محمد الشناوي في الوقت الحالي ملوش بديل المنف... المقارنات بينه وبين أي حارس مرمى في الوقت الحالي صعبة نظرا للضغوط والبطولات اللي بيتعرض لها النادي الاهلي، يمتلك النادي الاهلي حراس كبار؟ يمتلك، يمتلك حراس قد ما اعتمادهم؟ يمتلك، محتاجين وقت ومحتاجين خبرات؟ اكيد. هياخدوا الدور وهيتألقوا ويكسروا الدنيا؟ اكيد، لان مش هيفضل محمد شناوي يلعب على طول، احنا بنتكلم في اللحظه دي. في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها حضراتكم، هل محمد الشناوي ممكن يترك الفلوس في حب جماهير النادي الاهلي؟ لو انا قلت لكم أي, اي 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 راي مني هتقولوا ايه يا عم دي غونة. اصل علاقته كويسه بالشناوي على فكره انا الشناوي يعني اخر 100 سنه شفته مرتين فراجل محترم تربطني بيه علاقه كويسه من زمان ولكن ما فيش علاقه قوي يعني ولكن ارد عليك برد واضح جدا كل سنه سنتين نقف نقول نفس الكلام عرض كبير لمحمد الشناوي من ايام كاس العالم الشناوي جاي له عرض بارقام كبيره الشناوي يستغنى على الفلوس مقابل في حب النادي الاهلي ممكن واحد يقول لك يعني خلاص هنا قربت على أنها ممكن يكون اربع خمس سنين ممكن يكون عايز يعمل فلوس ولكن فكر الشناوي ممكن يكون هيعمل فلوس مع تاريخ هيعمل فلوس مع حاجات تانية فاخيرا كده انا بعد ما عملت سيرفي كبير يعني واستفتاء للراي كبير في هذه المساله محمد الشناوي باقي في النادي الاهلي او حتى لو محمد الشناوي عنده رغبه في خوض تجربه في خوض تجربه الكابتن محمود الخطيب يمتلك يمتلك مفتاح سري لاقناع محمد الشناوي ده اللي انا متاكد منه وده اللي بقوله عارف مختلف كتير مع ناس كتير ناس برضو بتجتهد وبتجيب اخبار ولكن انا بقول لحضراتكم وجهه نظري هي دي وجهه نظري ان الاهلي ممكن يوافق على ناس كتير ولكن كولر بالنسبه له خط احمر كده محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم انسى القصه الموضوع مقفول طيب ده ما يخص محمد